مشاهدون قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة الحي الحسني شارع أفغانستان. حادثة سير مميتة وقعت في هذا المكان اللي غنوريكم بالضبط، واللي تسبب فيها هو توارك، واللي كان صايق ديك التوارك هرب، ولحد الان مازال البوليس كيقلبوا عليه، مازال في حاله فرار. وحسب بعض المصادر اللي اكدوا بانه مازال ما تشدش، فالله يدير شي تاويل ديال الخير. الحادثه وقعت هنايا بالضبط في هذا المكان، مشى الضحيه ديالها سائق ديال طاكسي حمر، الله يرحمه والله يوسع عليه ضيقات القبور، إن لله وإنا إليه راجعون. فمزيد من الحيطة والحضر في الشارع على ما سمعت بأن مولتوير كان بغي يدوبل، وهذيك الخرجة اللي خرج في لسونس كونترير، دخل في الطاكسي ودخل في طوموبيل أخرى، مما أدى إلى وفاة سائق سيارة الأجرة من الحجم الصغير. الله يرحمه الله يوسع عليه ضيقات القبور وعافاكم، ردوا البال في الطريق، الله يرحم لكم الوالدين لما ردوا البال في الطريق، ردوا البال في الطريق كثر، لان مول طاكسي مسكين ما عليه ما به حتى تفاجئ بالضربه، مشى للمستشفى ابن رشد وتوفى داخل الانعاش. ان لله وانا اليه راجعون. وحسب ما توصلت به المعلومات من عند بعض المصادر المقربة اللي قالوا لي بأن هذاك السيد اللي دار هاد الكارثة مازال ما تشدش لحدود هاد الساعة هادي، والبوليس كيقلبوا عليه. فكونوا متأكدين أن هاد السيد هذا فين ما مشى غادي يتم الإيقاف ديالو من طرف المصالح الأمنية، وخا يمشي للآخر ديال الدنيا غادي يتشد يتشد. تخيلوا معايا، مع ضرب الطاكسي ودخل في طوموبيل الاخرى هرب ومشى لوجهه غير معروفه، والبوليس راهم مكتفين المجهودات ديالهم باش يتمكنوا من هذا السائق ديال التوارق. فراه ما كاينش شي قانون كيقول لك دير كسيده وهرب لوجهه غير معروفه، ما كاينش شي قانون كيقول لك دير كسيده وحادثه تصير مميته وهرب لوجهه غير معروفه، ما كاينش شي قانون كيخول لك انك تهرب. فلحدود هاد الساعه الاخوان، وحسب ما توصلت به بان السائق ديال التوارق مازال ما تشدش، مازال كيدور ومشى الوجهة غير معروفة. السائق ديال الطاكسي مات الله يرحمه، ولكن اللي تسبب في هذه الحادثة خصو يتشد وينال الجزاء ديالو. خصو يتشد وينال الجزاء ديالو، وخل الحبس ديالو ما غاديش يفيد وما غاديش يرجع لينا مول طاكسي اللي مات، وانما باش يتردع ويكون عبره للناس اخرين اللي ما كيردوش البال في الطريق. شوف بحال دابا هاد مول الموطور هو حارق فيروج، والله يستر تقدر تضربو شي طوموبيل، فين غنوليو؟ فاللي سمعت هو ان مول توارك كان جاي مضوبل في شارع افغانستان اتجاه المارشي ديال الحي الحسني، يعني جاي من جهه كيابي وغادي اتجاه المارشي ديال الحي الحسني، غيدوبل غيدخل في الطاكسي، غيدخل في طوموبيل كانت مبلاصيه تما، الطاكسي غيتعجن، الطوموبيل تهزات. ولو كان هذاك مول ديك الطوموبيل كان داخل السياره كون وقعت الكارثه، وغنوليو في جوج ديال الارواح. ها علاش كنقول لكم الحيطه والحضر، ردوا بالكم عافاكم، ردوا بالكم الله يرحم لكم الوالدين.
خصوصا صحاب طوموبيلات ردوا بالكم، الله يرحم الوالدين. دابا مول الطاكسي مات، الله يرحمه، الله يصبر العائله ديالو. ما عليكم غير تدعوا معاه بالرحمه والمغفره. لو كان تشوفوا الصور ديال الحادثه راه ما يمكنش، راه حادثه خطيره جدا نتج عنها وفاة ديال السائق سيارة الأجرة من الحجم الصغير. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه، الله يوسع على ضيقة القبور. وكنتمنى على أن رجال الأمن باش يديروا المجهودات الكافية. الله يحفظك خويا، يعني خصهم يزيدوا ويكتفوا المجهودات ديالهم، راه دايرين اللي عليهم، وانما خاص كل شيء يكون داير بحال الدراري ديال الحي الحسن، انهم كيقلبوا ومازال كيقلبوا الحدود هاد الساعه هادي ولكن ما توصلوا حتى شي حاجه. فخاص جميع الدوائر الامنيه خصهم حتى هما يضاعفوا الجهود باش يتمكنوا من ايقاف هاد السائق ديال التوارق اللي تسبب في وفاه سائق ديال الأجرة من الحجم الصغير. الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير. هادشي وقع الإخوان في شارع أفغانستان حدا طاكسية البيضين. السيد مات الله يرحمه، دعوا معافاكم بالرحمة والمغفرة. والبوليس راه مازال كيقلبوا على هاد الشخص هذا، مازال كيقلبوا عليه ومازال ما شدوش لحدود هاد الساعة. فكونوا متأكدين اليوم بالليل او لا غدا الصباح غادي تجيكم اخبار مول التوارق. فمزيد من الحيطه والحذر، ردوا بالكم عافاكم. وحتى لهنا غادي نوصل على نهايه هذا البث المباشر. مشكورين رجال الامن بالحي الحسني، وكنتمنى من باقي العناصر الامنيه بباقي المناطق باش حتى هما يضاعفوا الجهود ويتمكنوا من ايقاف مول التوارق اللي لاد بالفرار من بعد ما دخل في سياره الاجره من الحجم الصغير، طاكسي حمر اوتوموبيل كانت بلاصيه تمايا. تبقاو على خير.